من هنا من داخل مراكز الإيواء يتجهز 300 حافظ وحافظة سارد وساردة للقرآن الكريم لسرده على جلسة واحدة. رغم التدمير والإبادة والخوف والجوع والألم، إلا أننا مستمرون لحفظ كتاب الله وتدبير آياته. رغم القصف والمجاعة، إلا أننا سنتمسك بالقرآن وسنثبت القرآن مرة أخرى في باحات المسجد الأقصى إن شاء الله. Thank you.